فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تيريس بمنصب زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزراء الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون. وتعهدت تيريس في أول تصريح لها بعد الفوز بالتحرك سريعا لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، مؤكدة أنها ستضع من الأسبوع الأول خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن واجب روسيا هو تقديم المساعدة لدونباس، مشيرا إلى أن جميع المحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية باءت بالفشل بسبب موقف كييف. وأكد بوتين أن سكان دونباس، وهي منطقة يعيش فيها العديد من الناطقين بالروسية، يعتبرون أنهم جزء من الفضاء الثقافي واللغوي الروسي. وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع أوكرانيا لمنحها 500 مليون يورو مساعدات لدعم الإسكان والتعليم والزراعة. وجاء إعلان المفوضية الأوروبية عن الحزمة الجديدة بعد أن أجرى كبار المسؤولين اجتماعا لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مع رئيس الوزراء الأوكراني في بروكسل. رحبت مصر بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية تأكيدها على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي يفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية. وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة، والتي شددت على جودة وسلامة كافة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج ومطابقتها للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات، حيث تخضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري. أعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار إطلاق ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، والتي تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتحسين الصحة العامة للمواطنين. وأكد خالد عبد الغفار حرص مصر على الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، مشيرا إلى أن الدولة تضع اللمسات الأخيرة للبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغذاء. من جانبها أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر نعيمة القصير عن سعادتها بحضور هذه الورشة المهمة التي سينبثق منها استراتيجية متعددة القطاعات للغذاء والتغذية في مصر تهدف لتعزيز صحة المواطن المصري من خلال الاهتمام بغذائه وتحسين الحالة التغذوية على مدار المراحل العمرية المختلفة. وبدوره أكد ممثل منظمة يونيسف في مصر جيرمي هوبكنز أهمية المشاركة في هذا اليوم الذي يعكس التزام وزارة الصحة بالعمل على ضمان عدم تأثير سوء التغذية على إعاقة التنمية البشرية في مصر.